مفرجات كي دايرين لاباس كي درتو مع صحه صافي لونطون ما درت لكم حتى فيديو نتوما عارفين الاشغال تاع المهم بلا ما نعاود لكم قصه حياتي. الغرض ديال الفيديو اليوم هو انني نوريكم واحد الطريقه ديال الكاطو ديال العيد بطريقه اقتصاديه سهله وحوايج قلال في الدار. انا بحكم ما عنديش الدراري بزاف، عندي ولد واحد وراجل واحد، كيفاه قضيه ما عنديش ما كياكلوش بعدا. انا راجلي كاع ما تياكل كاطو هنيه، ما كياكلش كاع كاطو مغربي وما كياكلش كاع كاطو بصفه نهائيه، يعني فاش كندير شي ديسير ولا شي حاجه قليل فين كياكل معاه. ولدي كذلك تعجبو داكشي ديال الزنقه بحال هذيك لي بيسكويت داكشي، ولكن اون فوا كنجيو للتقليدي ما تيبقاش كاع ياكل. كيفاش باش كنصايب؟ يا اما كنصايب باش الى جا شي حد ولا هذا، ولا باش نزوق الطبله. نتوما عارفين اجواء العيد، ضروري الواحد يصايب، ضروري الواحد يفرح. بون ما غاديش نكثروا من قوه البلا بلا 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 بلا، انا غادي نوريكم الطريقه باش نصايبوا بزاف ديال لي كادو. بون انا حطيت هنايا اللي صايبت بلاصه صايب خلاص درست واحد الطبيصل، ولكن باش نوريكم مشكلات كثيره ولكن بات وحده. شنو هي هاد لاباط؟ تو سامبلومون لاباط سابلي. لاباط سابلي على حسب المقدار اللي عندكم في الدار ديال السبته ديال الزيت ديال الطحين. انايا درت نص كيلو ديال الطحين وربعه ديال الزبده، بارك عليا. بيان سور غادي نحتاج في التسواق، غادي نحتاج شويه ديال الكوكو، غادي نحتاج شويه ديال الشوكولا، غادي نحتاج، ولكن مقادير قليله بزاف. سكيفي اون فينال اقتصادي، يعني كديري كتشكلي كتحطي الطبله فيها بزاف ديال الاشكال، ولكن اون فينال داكشي اللي غادي ديريه ماشي كثير بزاف. يعني غادي مثلا غادي تصايبي كاطو غادي ديريه في شويه ديال الكونفيتور، غادي تحتاجوا جوج ديال المعالق كيف قلت لكم، غادي تحتاجوا جوج ولا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الكونفيتور باش تسوقوا على حسب بيان سور المقدار. الا مثلا انا حيت انا درت نص كيلو، الا نتوما درتو كيلو ديال الطحين يعني غضعفوا الكميه، كيفاه غادي تحتاجوا اكثر. لكن او فينال ديك الشيء قليل بزاف. مثلا الشوكولات تذوب الشوكولات عادي، يعني الشوكولات غادي تشريو الشوكولات ديك ديال الكاطو غادي تذوبوه، الا طريف شويه غادي يقدكم لان غادي نزوق به شويه ديال الكاكاو بيان سور غادي يكون عندكم في الدار، لان الدراري خصوصا كان عندكم الدراري صغار خلاص كيفاه غادي يكون عندكم نسكويك ولا شي حاجه بحال هكا ممكن تستعملوه هو حتى هو. يعني او فينال كل شيء موجود في الدار، حاجه بسيطه وفي النهايه اشكال زوينه بلا خسران فلوس بزاف. وهذا هو الغرض، هو الغرض منا اننا نحطو شكيلات ولكن ما نخسروش فلوس بزاف، لان الله يحسن العوان كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. الوغ غادي نوريكم هذا الشيء باش نفرح انايا او خير اللي باغي يدير شي حاجه اخرى يديرها. اول حاجه غادي نقوموا بها هي نخدموا لاباط ديالنا اللي غادي نصاوبوا بها الاشكال كاملين. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده اللي غادي تكون طومبيراتور امبيونت، يعني تكوني خرجتيها ما تكونش في الثلاجه باش تجي سهله في الخدمه ديالها. من بعد غادي نضيف ليها 200 غرام ديال السكر كلاصي اللي غادي ندخلو بشويه بشويه، ما غاديش ندخلو في دقه واحده بيان سور، غادي نخدم شويه واحد النص ديال الكميه مع السكر كلاصي مع الزبده وهي غدا وهي كتخدم، وانا كنعاود نضيف المقدار الثاني ديال السكر كلاصي. الغرض هو اننا نخدموا لاباط ديالنا مزيان، لان هي اللي غادي نعتمدوا عليها في كل شيء اللي غادي تصايب، فخصها تكون زوينه وبنينه وهشيشه في نفس الوقت. الوغ فاش غادي نخدموا السكر كلاصي كامل، غادي ندخلوه كامل في مع الزبده، غادي يبان لكم بان لاباط يعني الزبده مازال في شكل دايره، ولكن مع الوقت غادي تشوفوا حنا كنخدموها غادي تولي بارفيت بارفيت بارفيت. من بعد ما غادي نخدموا الزبده ديالنا مع السكر كلاصي، غادي نضيفوا جوج بيضات اللي غادي نضيفوهم وحده مور وحده. غادي نديروا البيضه الاولى تخدم مزيان، ومن بعد نضيفوا البيضه الثانيه. الغرض نخدمو وحده مور وحده. ابخي غادي نزيدو الزيت، الزيت الفيجيتال اللي كنخدمو تورنوسول او غيرها، وغادي نحتاجو 70 غرام ديال الزيت اللي غادي نكونو عبرناها بالميزان، وغادي نكونو درناها في الثلاجه شويه غير شويه ماشي بزاف، المهم ما تكونش سخونه. ابخي فاش غادي نخدمو هاد المقادير بثلاثه او باربعه،
غادي تعطينا حد الزبده كيف شفتوا ليس 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 يعني دايره بحال شي كريمه. عاد نضيفوا النشا. النشا غادي نحتاجو 75 غرام، 75 غرام في هذه الكميه هذه، ممكن تضاعفوا الكميه كذلك في كل شيء باش تعطيكم مقدار اكثر. ابري غادي نضيفوا الطحين، الطحين هو الاخراني، غادي نزيدوه. غادي نحتاجو في هاد يعني في 250 غرام ديال الزبده غادي نحتاجو تقريبا 500 غرام ديال الطحين. لكن كيف كتعرفوا كاين الطحين وكاين الطحين، الو فاش تكونوا كديروا كتخدموا ما تحطوش الطحين في دقه واحده، خدموا وشوفوا وشوفوا حتى توصلوا للنتيجه اللي بغينا. المهم غادي سي سور غادي يكون اكثر من 450 غرام اللي غادي يدخل لكم في لاباط ديالكم. المهم نتوما غادي تبقاو كديروا بشويه بشويه ونتوما كتحضوا معاها. بالنسبه غتقولوا بالنسبه ما كاين لا لا فاري لا الخميره لا والو لا فاني، نو لا فاني ممكن ديروها الا بغيتوا، ولكن تقدروا ديروها في مثلا مع فاش تكونوا كتخدموا الزبده مع السكر كلاصي تقدروا تزيدوا ساشيه فاني، لكن انا ما بغيتش نديرو لان راجلي ما تيعجبش ما كيعجبوش لو غود فاني في الكاطويات. ابري بالنسبه لا لوفور انا كنضيفها حتى كنضيف نصف الكميه ديال الطحين، عاد كندير شويه ديال لا لوفور. بور لانستون مازال ما درتهاش، الوغ غادي ندير شويه ديال الطحين، غادي نوصل لنص الكميه، غادي نخدمها مزيان، وابري عاد غادي ندير الخماره. هنا درت تقريبا نقولوا نص خماره، نص خماره ديال الكاطو ديك الخماره الحمراء، وغادي نديرو قبصه ديال الملح. ضروري كنحيد لي باغوا كنحيد العجينه باش نخدم كلشي. الوغ انا غادي نزيد دابا نص خماره ديال الكاطو، خماره ديال الزا، وغادي ندير قبصه ديال الملح شويه، وغادي نكمل الخدمه ديال لاباط ديالي صابلي. فاش غادي نخدموا لاباط ديالنا وغادي نساليو خصها تكون هكذا يعني كتجمع، ولكن ماشي خصها ديجا تكون هذا سميتو يعني غادي نخدموها نشكلوها، لا علاش لان غنزيدو مقادير اخرى عليها، الوغ ما يمكنناش نديروها قاصحه بزاف. غادي نعبروا يعني العجين ديالنا باش نقسموه، نتوما كنخلي لكم كل واحد على حسب الاشكال، يعني الا كنتو غادي ديروا ثلاثه اشكال قسموها على ثلاثه، كنتو غديروا اربعه وانتم غاديين. من بعد غادي نبداو في الاشكال ديالنا. الشكل الاول غادي نزيد غير الطحين باش نخدمها، غادي نزيد الطحين اللي ناقصنا باش نديرو تجينا سهله في الخدمه. الو غادي نخدموها مزيان وغادي تعطينا هاد الكميه هادي يعني العجين اللي غادي نطلقوها في بابي سولفيريزي كيف غادي تشوفوا بالمدلك، غتلقوها على والعرض كذلك ليبيسور اللي بغيتو. انا ما كيعجبونيش غلاط بزاف خصوصا الا كنت غادي ندير وحده فوق وحده، وممكن تعرضوهم نتوما على حسب اللي بغيتو، وديروهم في الثلاجه ضروري ما ديروها في الثلاجه اون فوا تلقوها. غادي ندوزو دابا للشكل الثاني. الشكل الثاني شنو غادي العجينه ديالنا شنو غنزيدو ليها؟ غنزيدو ليها بات ديال نسكويك او كاكاو على حسب اللي عندك في الدار. انا ما كانش عندي الكاكاو ديال الكاطو، استعملت النسكويك. غادي نقبض شويه ديال الحليب اللي غادي نفيضو اي 3 المعالقات، وغادي نزيد عليهم نسكويك. غادي كيف كتشوفوا غادي نديروا عليها نسكويك حتى تولي بحال بات. هانتوما غادي نبدا كنخدم لاباط ديالي اللي لاباط ديالي كيف شفتوا درت شويه نسكويك في الحليب، ومن بعد كان دابا كندير النسكويك كنخدمه مع الحليب اللي صايبت باش تعطيني العجينه اللي بغيت. هانتوما كيف كتشوفوا بحال بات فوالا، ما جارياش بزاف وما قصحاش بزاف. هذه هي اللي غادي نضيفوها على الشكل الثاني. الو غادي نبداو نضيفو العجينه ديال الشوكولا اللي صايبنا، ومن بعد غادي نضيفو بيان سور
الطحين اللي غادي يشكل لنا لاباط كيف كتشوفوا في الفيديو معايا. باش تشكل لنا لاباط ديالنا غادي نديرو نفس القضيه, غادي نطلقوها وغادي نديروها في الثلاجه باش من بعد فاش تبرد تجينا سهله في التشكيل. يعني فاش غادي نخدموها غادي نديرو لها الباق غادي تجينا طايعه وما غاديش تبقى تلصق لينا, لان دابا مع الزبده غادي تكون سخونه وما غاديش تشد لينا. يعني الشكل اللي غادي نديرو غادي بحال غتلوى. فاش غادي نساليو هادي نحطوها في الثلاجة وغادي ندوزو للشكل الثالث. الشكل الثالث غادي نديرو فيه زيت ديال سيترون اللي غادي يعني القشور المحكوك مع البودرة اللوز اللي شوية بحال 40 غرام 30 غرام, المهم باش تعطي ديك المذاق ديال اللوز في لاباط ديالنا. غادي نخدموهم بجوج ومن بعد نضيفوهم على العجين ديالنا اللي كنا العجين الاولاني اللي كنا خدمناه. غادي نخلطو هادشي كامل ومن بعد غادي نزيدو الطحين كيف درنا في العجينه الاولى والعجينه الثانيه باش يجينا العجين اللي غادي يتشكل. غادي نطلقوها ونديروها في الثلاجه, وما تنساوش تكتبوا اموند حيت بما الا كنتو غادي ديروا العجينات كاملين باش ما تلفوش. المهم دابا ندوزو العجينه اللي بقات, غادي ندير فيها الكوكو. كنبقى ليا شويه ديال الكوكو غادي نزيدو فيه, غادي ندير شويه ديال الكوكو من بعد شويه ديال الطحين, وها هي العجينه الاخرانيه اللي غادي نعتمدها باش ندير بحال الريش بوند اللي كتعرفوا لكن بطريقه اخرى. غادي نكورو هادي ما غاديش نديروها في الثلاجه حيت ما غاديش تكون فيها يعني بالبوق, غادي نكورهم ديريكتومون وغادي عاد نديرهم في الثلاجه شويه عاد نحطهم في الفرن. دابا اللي ساليت كلشي غادي نبدا نشكل العجين ديالي. هنا غادي ندير اقراص وكبار ومن بعد غادي ندير وحده هكا وحده هكا, غادي ندير فيهم قرص نورمال وقرص صغور في الوسط ديال وحده باش ندير فيهم الكونفيتور. غادي نوريكم كيف كتشوفوا. دابا غنبدا نشكل الاقراص الصغيره. غادي تعطينا هذا المنظر هذا. غادي نديروها في الفران. دابا غادي نشكل العجينه الثانيه. غادي فاش غادي يبداو يبردوا غادي يولي عندك داكشي فيت فيت طق 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 تبقاي خرف كتدخلي وتخرجي من الفران. غادي نشكل ها هو انا شكلت دابا ديال الشوكولا. انا هذا الاشكال اللي درت, لكن ممكن ديروا اشكال كثيره يعني بزاف بزاف ديال على حسب الباق اللي عندكم. اللي شاط ليا من ديك العجينه ديال الشوكولا ما رديتهاش للثلاجه, ما طلقتهاش رديتها للثلاجه, عاود خدمتها حربلتها وغادي ندير شكل اخر اللي هو بحال غيجيو بحال دوائر. المهم كيفاش هاد الدوائر غنصايبهم, غادي نديرو شويه ديال السكر سنيده اللي غادي نحربلها فيه وعاد نديرها في الثلاجه تشد راسها باش نقدر نقطعها من بعد. خلال هاد الوقيته اللي غادي يبردوا فيها هادو العجينات ديالي هما طابو كيف كتشوفوا جايين زوونين ومينيون. داكشي هو هذاك, كنخليهم يبردوا ونكمل تشكيل يعني الباقي ديال العجينه ديالي كيف درت لكم شويه ديال البابيون. دابا غادي ندوزو للمونتاج. الوغ المونتاج غادي نقبط يا اما الكونفيتور يا اما داك الحليب الكونسونطري باش نلصق وحده فوق وحده. الوغ غادي نقبط وحده عاديه ونقبط وحده اللي فيها القرص الوسطاني وغادي نشكلهم كلهم بهذه الطريقه
من بعد ندردر السكر غلاسي عليهم كاملين باش تعطي ديك المنظر الابيض عليهم كاملين، ومن بعد عاد نعمر الكونفيتور في الوسط ديال الكاطو. دابا غادي نخرج هذوك من الثلاجه، غادي نقطعهم دوائر ونديرها حتى هي في الفران. الوغ بالنسبه للفران 180 درجه الحراره وراقبوهم لان حيت رقاق دغيا كيطيبوا الوغ مع المراقبه. ما نقدرش نقول لكم مثلا 5 ديال الدقائق 10 دقائق كل مره وشنو على حسب الفرن. فانا بشحال هذه كانت كتعطيني حاجه، فاش بدلت الدار وبدلت الفرن ولا عندي يعني توقيت اخر، الوغ خصك تقبل لهم لان كيطيبوا دغيا. هادو دابا ما غاش نردهم من الثلاجه، غادي نديرهم ديريكتومون في الفرن. في ديك الوقيته غادي نصايبو بحال هذيك ديال ريج بوند، بحال اللي كنصايبوها دائما في الكونفيتير، نغمسوها في الكونفيتير ونغمسوها من بعد في الكوكو ونديروها في الكويختات باش تعطي منظر واحد اخر، يعني في باش يجي في لو بلا شكل اخر. ها هما كتشوف. دابا غادي ندوز العجين ديالي اللي بقات ديال الاولانيه اللي كنت اللي درت فيها الكونفيتور، كانت بقات لي واحد شويه ديال العجين طلقتها. هذيك العجينه اللي طلقتها شنو غادي ندير بها؟ جاتني فاكه وانا كنصايب، ندير بها بحال الكاطو ديال التمر. الوغ قبضت التمر اللي خلطته مع شويه ديال القرفه شويه ديال السكر كلاصي وجمعته بالماء ما زهر وحطيته حربلته وحطيته فوق هذيك العجينه، وغادي نصايب كيف كتشوفوا معايا بحال غادي ندير فوري، وغادي نقطع ونخدمهم مزيان باش تجي يعني مقاده مزيان العجينه باش تجي مغطيه للدات كاملين. وغادي نديرها شويه في الثلاجه تشد راسها باش نقدر نقطعها من بعد. هي غادي نقطعها دوائر. المهم انا من بعد فاش صايبتها وديك شي ضقتها جات تقريبا بحال الكاطو ديال التمر اللي كنصايبو. ابخي غادي نشكلو الاخرين، نديرو نزوقوهم هذوك الكاطويات اللي صايبنا ديال الشكلاط. نقدروا نديرو الشكلاط الابيض مع الشكلاط الاسود، نزوقو كيف بغينا، ولا الكلاصاج على حسب شنو عندكم في الدار وشنو اللي ممكن تعتمدوه في التسواق ديالكم. المهم لا ما تكلفوش راسكم مزيان، الغرض انكم تبدلوا في الاشكال بداكشي اللي عندكم في الدار. يعني انا ديك شويه ديال التمر كان عندي في الدار، كلشي كان عندي في الدار، الغرض انني ندير بديك العجينه ندير بزاف ديال الاشكال بحال الا رانا درت شي حاجه. وانتم كتشوفوا النتيجه اللي عطاتني، وبالصحه والراحه. كنتمنى ان الديكورات تكون عجبتكم، وإن شاء الله لنا لقاء في فيديوهات أخرى. بيزو بيزو.